هناك نجمات قدمن الكثير من الأعمال الدرامية والسينمائية، وبرعن في أداء دور الأم رغم أنهن لم يرزقن بالأبناء في الواقع. يحتفل العالم هذا الشهر بعيد الأم، وبالعودة للسينما نجد أن هناك نجمات كن رمزاً للأمومة على شاشاتها. وهل تصدق أن معظم هؤلاء النجمات لم ينجبن ولم يصبحن أمهات في الواقع؟ الفنانة أمينة رزق التي لم نشعر وهي تجسد دور الأم بأنها ممثلة، فيكاد تمثيلها أن يكون أقرب للحقيقة، وتشعر أن الشاشة تغمرها مشاعر الأمومة والحنان، فبرعت في كلاسيكيات السينما المصرية وهي لم تصبح أماً قط. أما الفنانة فردوس محمد يعرفها الكثيرون خلال دور الأم الحنون في الكثير من الأفلام، فوقفت أمام عبد الحليم حافظ وكانت الأم في شباب امرأة مع شكري سرحان، وكانت والدة فريد شوقي في عنترة بن شداد والكثير من الأفلام، هذا رغم أنها لم تنجب أطفالاً. وتعتبر الفنانة شادية من الممثلات التي قدمن دور الأم بعد مشوار طويل من الفن، فقدمت دوراً مميزاً في فيلم لا تسألني من أنا مع الفنانة يسرى والفنانة إلهام شاهين. والفنانة سعاد حسني قدمت دور الأم في فيلم غريب في بيتي، والتي برعت في تقديم دور الأم. الفنانة إلهام شاهين قدمت دور الأم في عدد من أعمالها التلفزيونية، منها مسلسل قصة الأمس، وكذلك الفنانة ليلى علوي التي قدمت عدداً من الأفلام وأحسنت في تقديم دور الأم. الفنانة الجميلة يسرى قدمت دور الأم وتميزت خلاله سواء في أعمالها الدرامية أو السينمائية، فكانت أم النجمة مي عز الدين في مسلسل أين قلبي، والفنان هاني سلامة في فيلم العاطفة. وكذلك النجمة لبلبة التي كانت الأم خفيفة الظل في فيلم وش إجرام للفنان محمد هنيدي، وكانت الأم القوية للفنانة حنان ترك في فيلم آدم وحنان.